اخواني واخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، حييكم اينما تكونون واينما تحلون. الرحمه لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. وما نعرف لحد ايش وقت من 2003 لليوم نصيح الرحمه لشهدائنا والشفاء لجرحانا. ما اعرف ايش وقت الشعب العراقي يصحى على الدمار والخراب والدم اللي يجري من اول يوم حطت بيها هذه العصابة اقدامها داخل العراق. تكلمنا وتكلمنا وراح نتكلم، قلنا لكم يا اخوان هذا مصطفى الكاظمي واحد تكملة للسبحة اللي حطتها امريكا وايران داخل العراق. ذهب الى ايران وبعدها ذهب الى امريكا، يعني رجل بايران ورجل بامريكا، جواز الامريكي والبريطاني والمحمية الايرانية اما المتواجدة في داخل العراق. هذا الرجل معروف بخبثه وخبائثه ودناءته من ايام ما يسمى بالمعارضة العراقية، كان يبذل كل جهده أن يكون عبد ذليل وعميل يفتخر بعمالته إلى أمريكا وبريطانيا وكل من كان يدفع له. كان أحد أذناب أحمد الشلبي المقبور اللي بسببه وبسبب أكاذيبه دمر العراق ووصل لهذه المرحلة. أخوان، ثورة العراق مثل ما قلنا السلمية ما تفيد، السلمية راح تصفيكم، والسلمية اللي قاعد تدعون بيها اعطوني بلد بالعالم كل السلمية فاد معاها، اعطوني دولة بالعالم كل ثورة سلمية نجحت وتبادلت السلطة بكل احترافية وبكل ديمقراطية. احنا دا نتكلم على العالم مو العراق اللي غالبية للأسف شعبه متخلف وغالبيته ذيول، أما لإيران أما للخليج أما لتركيا أما لفلان أو أمريكا إيران، ما حد يعرف المن تابع، كل من يدفع له يشتغل وياه. وهم ما نعتب مرات على دول نقول ليش وصاروا عملاء وليش عملوا هذا العمل، لأن ما شافوا حاكم قلبه على البلد إلا نادرا، وما شافوا هذا الوطن قدم لهم شيء إلا المآسي والدم والذبح. يا أخوان يا ثوار يا أبطال العراق، قلنا لكم ونعيد كلامنا ونكرر، سلمية ما تفيد مهما كان عملكم، السلمية يقابلها القناص. وما بدأ بي يعني للأسف أتكلم بهذا الكلام، سافل عبد الهتلي ولا حد يقول لي غير الأسامي ولا تتكلم بهذا الكلام، لا هذا ينطبق عليه هذا الاسم، ولازم نتكلم بأسماءهم اللي تلوق وتليق بيهم. سافل عبد الهتلي كتل وذبح 1000 شخص و30,000 جريح، أقل 30,000 جريح، ودار وجهه بجواز الفرنسي ودار وجهه وراح إلى فرنسا محمل بملايين الدولارات اللي سرقها ومشاريعه، ورجع إلى أم الأصل اللي منحته الجنسية. وكل ما يسمون بالوزراء وبرؤساء الوزراء اللي جو للعراق قتلوا ونهبوا وسرقوا رجعوا الى امهاتهم اللي منحتهم الجنسية. وين ابراهيم الجعفري؟ قاعد في بريطانيا. وين فلان؟ في فرنسا. وين فلان؟ قاعد في امريكا. وين فلان؟ اخذ الفلوس وطار. وهذا الكاظمي هم لما تخلص المهمة مالته ياخذ تشوالاته والمالات ويدير وجهه، اما يرجع لامريكا اما يرجع لبريطانيا
وشفت حضراتكم الشعب كان جوعان وجوعان ويتذبح، والأرامل في الشوارع والأيتام في الشوارع. والأفندي حياك الله أخوي سعد، والأفندي قاعد يفتر في أوروبا، ماخذ يسميهم وزراء ومرافقين وكذا، ويفتر البلد مذبوح، البلد منهوب، والبلد. وطبعا من يسافر لا دعوة رسمية جايته مثلا من فرنسا أو بريطانيا أو كذا، رايح يقول أنا جولة عملية أو جولة لمصلحة العراق. طيب أنت من تروح إلى فرنسا وأنت لا مدعو من الحكومة الفرنسية ولا الحكومة البريطانية ولا غير دولة أنت رايح لها، من تروح لهذه الدول الميزانية اللي تدفع لك وتخصص لك من أموال العراقيين اللي عايشين على المزابل، وأنت قاعد تطلع تفتر ما مصدق بنفسك مع فريقك الإعلامي وفريقك اللي يطبل لك ويزمر لك بصفحات التواصل الاجتماعي. وما ننسى لما أنت وصلت إلى كرسي رئاسة الوزراء، أول شيء سويته من إنجازاتك وهو دفع عشرات الملايين من الدولارات إلى صفحات التواصل الاجتماعي، مو رشاوي وإنما مجرد إعلانات بشروط بأنه تغلق كل الصفحات أو القنوات اللي تجيب طاري مصطفى الكاظمي، وتأسيس جيش الكتروني أقوى من كل جيوش الإلكترونية اللي أنشئت بتاريخ الإنترنت، واستخدام أسامي، خلي شوية نحكي بالطائفية، أسامي سنية، السامرائي، التكريتي، الدليمي، المعرف منه، وتقعدون مطشرهم على الصفحات يسبون الناس ويغلطون عليهم وأعراضهم، والأسلوب مبين. وزائدا مسوي لك عدة كلايش أو كليشيات موزعها على هذول الجراثيم ماتك، كوبي أند بيست بالفيسبوك، بالتويتر، باليوتيوب، وبأسامي لا تمت لا للجنوب ولا الوسط، على أساس السنة داعميك والأكراد داعميك. العملية مكشوفة يا مصطفى الكاظم يا غبي، أنت ما أسرحك بصخلتين، أنت أسلوبك أكثر شيء مع احترامي للمهنة تكنس الشارع او تخسر السيارة، مع احترامي للمهنة، المهنة مو عيب، بس لما تيجي تنصب على الناس وتواعدهم بانك راح تكشف قتلة المتظاهرين وتكشف قتلة فلان وتروح تزور عوائل هذا الشهداء اللي ضحت بنفسها من اجلك ومن اجل غيرك، على مود انت تروح تتونس، بالله على شنو انت جيت يمنا هنا ببريطانيا حتى بدون دعوة رسمية من الحكومة البريطانية، وتجي تحجز في فندق من أغلى فنادق بريطانيا وهو دوتشستر هوتيل، أجنحة ملكية وكل جناح يعني من 10,000 باوند وانت صاعد لوزرائك ولمرافقيك ولي كل هذولة، مع العلم الفندق مغلق، مع العلم الفندق ماكو سياحة، اقتصاد البلد البريطاني متحطم متدمر، الحالة الصحية دمار في بريطانيا، كل الأمور خربانة في بريطانيا، وأنت جاي تفتح الفندق وتدفع 32 أو 30 ألف باوند للجناح الملكي مع وزير ماليتك ووزير معروف منه مرافقين وفلان وعلان، وكل عفوا الحمايات والشرطة من الاسكتلند يارد اللي طلعوا معاك، او الشرطة السرية نسميها والحمايات الشخصية
انت دفعت اموالهم، يعني ميزانية الدولة العراقية هي اللي دفعت، لان انت ما مستضاف، لان انت ما جاي بدعوة رسمية. السيارات اللي نقلتك وتنقلتك هنا وهناك الميزانية العراقية دفعتها. جاي انت على بريطانيا حتى تروح تزور المتاحف، حتى تروح تشوف بانه بريطانيا في المتحف البريطاني السرقات البريطانية لآثار العراق المتواجدة في بريطانيا، حتى تشوف الآثار البابلية والآشورية وكل الآثار اللي انسرقت موجودة ومتواجدة في بريطانيا. طيب انت بأي صفة دخلت وبأي جواز دخلت إلى بريطانيا؟ دخلت بجواز عراقي دبلوماسي اللي ما يمشي حتى تطلع خارج بغداد يراد لك فيزا، طبعا أنت والوفد المرافق مالك وحماياتك تحملون الجوازات الغربية وما عندكم أي جواز عراقي، وأي طقاقة طق تلقون نفسكم أول الناس طالعين، والشعب المظلوم والشعب الخايب اللي ما يعرف بعد راسه من رجليه وين يضيع بين الرجلين، والله ليعلم هذه الميليشيات ايش راح تسوي بهم. فانت من تجي الى فرنسا وانت تجي الى بريطانيا وما نشوف على صفحات التواصل الاجتماعي حتى احترام لك كرئيس وزراء. انت تعرف شنو معنى رئيس وزراء دولة؟ يعني رئيس دولة رايح زائر اي دولة ثانية، لان احنا نعرف بانه في العراق هذا الرئيس اللي مسمى نفسه بقصة مالح مجرد ديكور، وياخذ اغلى واعلى راتب بكل دول العالم كرئيس دولة، وقاعد بقصور اللي سموها قصور الدكتاتور اللي ما لقيته حتى درهم واحد باي بنك عربي او غربي او حتى في العراق. هذا الدكتاتور اللي انت جيشت الجيوش وجبت الامم على مود تحتل بلد الحضارات وتستلموه انتو، شوفوا العراق وين وصلتوا. هذه اللي انتو ملاليكم وعمايمكم ومضاجعكم وفتاويهم هذا اللي وصل العراق الى هذه المرحلة. ولما تتكلم يقول لك انت داعشي وانت بعثي وانت ما اعرف شنو وانت فلان وانت هذا السي دي المشروخ اللي سمعناه ونسمعه يوميا. يا شعب العراق، يا اخوتي وخواتي، السلمية ماكو فايدة منها، اللي يريد يفتهمها يفتهمها واللي ما يريد يفتهمها هو حر. انا علي كعراقي والله العظيم هذول القشامر اللي يبعثون بخير ارجع للعراق، بخير تعال للعراق وادخل انتخابات، شوف العقلية العراقية وين وصلت. انت ترجع للعراق امامك 60-70 ميليشيا ايرانية باسم العراق بين قوسين الجحش المحشي اللي اثبت ولاء ايرانيا الى سابع ظهر، ويقول لك تعال اؤمن بهذا الجحش المحشي اللي حمى اعراضنا، وهم جماعة كلا كلا امريكا، وهم جماعة لا لاسرائيل، ومن تحت الطاولة يتوسلون بامريكا ولا تضربونه. طبعا سفير ايران ابلغ الكاظمي كي يبيد المتظاهرين بجماعة ربع الله، واكتشفنا ربع الله هم منو؟ هم عصابة تم تشكيلها من قبل جماعة تم اجتماعهم، وهو على رأسهم تيس الخزعلي، نور المالكي، مقتدى السطل، وهادي العامري، والشلة التعبانة الباقية من أحزاب الله وغضب الله وأولاد الله وجيران الله وكلهم، كل شيء حطوا الله وياه حتى يصير شرعي، وأنتج هذا المسخ اللي اسمه ربع الله. ربع الله
راح ينزلون معطيهم الكاظمي صلاحيات كاملة. طبعا الكاظمي يعرفهم من هو ويعرف هذول المن تابعين ويعرف المن وأي جهة يشتغلون، ومع العلم كلهم مسلحين بأسلحة متطورة، رواتبهم من الدولة باسم الجحش المحشي، هذا اللي أي شيء لزقه باسم الجحش المحشي وهو يكون تحت مسمى أوامر القائد العام للقوات المسلحة. ما عندنا مسلح، احنا عندنا جيش دمج ميليشيات قتلة إرهابيين مع القلة القليلة الشريفة اللي تريد تشتغل للعراق وما يعطوهم فرصة، وإذا فتحوا حلقهم يخسرون شغلهم. مصطفى الكاظمي ما يقل خبث وإجرام عن بقيته أو بقية اللي كانوا قبله. أمريكا إن كان بايدن أو ترامب، أقول لكم بالطريقتين، صح أنا مع يكون ترامب رغم حقدي وحقدي عليه بس أحسن من بايدن. ليش؟ بايدن لأن تخطيطه تخطيط تقسيم العراق وهذا ما يريدوه العصابة الموجودة بالعراق. ثانيا يرجع العلاقات الدبلوماسية وفتح ملف الشغلات النووية اللي أغلقها ترامب مع إيران، يعني بهذه الطريقة راح يرجع إيران بقوتها وبكل صلافتها إلى واجهة الطريق مرة ثانية، وهذه المرة اقروا على الخليج العربي كله انتهى. أما ترامب فلا تتصورون ترامب راح يحارب أمريكا يحارب إيران. ترامب مو رجل حرب، ترامب بزنسمان، وين مصلحته وين الشغل ماله وين العلاقات مالته اللي تجيب أموال لأمريكا، لأن مثل ما قلنا ونقوله ونكرر كلامنا، ترامب معتبر أمريكا شركة إحدى شركاته اللي يديرها، فدائما صاحب الشركة يريد أرباح وإلا ليش فاتح شركة. فترامب دا يحاول بشتى الطرق بأنه يجمع أموال من كل العالم مو بس العراق، ووحدة من هذه الدول العراق، ويريد يسحب كل الجيش الأمريكي المنتشر حول العالم ويرجعهم لأمريكا. يقول لك أنا ليش دا أدفع هذه المبلغات سنويا والله على مود أحمي عروش خاوية هنانا وهنانا، على مود يجيبوا لهم كم مليار إلى بلدان، خوب أروح آني أحتلهم اقتصاديا، هذا يستثمر لي أكثر ويجيب لي أموال أكثر، وهذا اللي أحنا نريده. وماكو عمليات ويقول لك كلا كلا أمريكا ومقاومة ومضاجعة وهالكلام الفارغ. فترامب ما راح يضرب أمريكا إيران ولا راح يتقرب لها ولا يجيب جيش. أنا أقول لكم يدزلهم طائرة يضربهم هنا، يشوي لهم كباب هنا، يشوي لهم معلاق هنا، بس حرب ما يدخل، جيش ما يدخل، ولا راح يدخل جيش في أي مكان ثاني على فترة حكمه الجاية أو اللي راح تصير أو اللي ما تصير. عكس بايدن، بايدن لا، بايدن علاقته وفساده بالدول معروفة وانفضح، يعني في أمريكا انفضح. المهم بلدنا شلون الرجعة؟ مثل ما قلت وأعيد وأكرر، السلمية ما تفيد، طلعتوا قبل وانقتلوا وانجرحوا وتعوقوا، أحد عوضكم؟ لا. أحد اجى عليكم؟ لا. أحد راح عليكم؟ لا. سلمية ما تفيد، شلون تفتهموها؟ افتهموها، يراد تحرك عسكري، إذا مو عسكري واللي نخذ بالقوة ما يرجع بالقوة إلا بالقوة. لا حد يقول لي احنا مو فلان دولة او مو فلان دولة، انا ليش احترم الشعب المصري؟ شفتوا الجيش المصري وقف مع الشعب، ما له شغل من يقوده، المهم هو جيش الشعب، جيش للشعب وحماية الشعب، لا قتل
ولا خطف ولا راح دمر محافظات ولا راح تسوى كل شيء. حمى الشعب، بقى مع الشعب، ساند الشعب والشرطة المصرية أيضا. ولهذا أنت تشوفون الشعب المصري الله يحفظهم ويبقى الأمان عليهم مهما كان. أنا أتفق مع السيسي غير السيسي، أنا ما لي شغلة، هذه قيادتهم، أنا ما أتدخل بسياسة غير بلد، هذا أتدخل بسياسة بلدي. بس دا أعطيكم مثل، شوف الثورات شلون تكون، وحب الوطن لما يكون الأول أنت دائما المنتصر. حب وطنك، وطنك يحبك، بس ما طولك مدفوع. وشفنا هذه المظاهرات هاي، يعني أنا مدى أنام من بلشت. مرة ثانية رفع صور السبت تنقاني، رفع صور معروف منه، المراجع، أعلام، غير علم العراق ما يرفع وغير اسم العراق ما يرفع، لا مذهب لا دين لا قومية لا أي شيء، عراق وعلم العراق هذا اللي نجيك، لا سبتة تنقاني اللي نهبك وياخذ الخمس منك، وابن محمد رضا سبتة تنقاني يروح يتجول حول العالم يعمل شوبينج، يتسوق، ما يتسوق يشتري له ساعة، يشتري له محبس، لا يشتري له فنادق، شوارع، بفلوسكم بأموالكم. ولما تتكلم يقول لك انت ناصبي، انت داعشي، انت هذا مو شغلك، احنا نطي. المهم المضجع، احنا نموت احنا نجوع مو مشكلة، المضجع عايش. عمي مضاجعكم الكم ودينكم ومذهبكم الكم، وتبعوا اللي تبعوه، بس عوف العراقيين الباقين، العراق مو كله مضاجع. انتوا نهبتوا العراق باسم المضاجع، انتوا دمرتوا العراق باسم المضاجع، انتوا هلكتوا العراق باسم المضاجع، باسم صمام الامان، ابو فتوى الجهاد الكفائي. وهذا الجهاد الكفائي وين وصلنا؟ دمار المدن، قتلى وجرحى وشهداء و... عفوا، وارامل وايتام. سوت لكم المضاجع، اخذت الاموال وطفروا بيها لندن، هو هذا مقرهم لندن من يوم الله اسسهم لندن، ام الخبائث. يقولوا لي انت ما تخاف تحكي على بريطانيا وانت بداخل بريطانيا، يعني شو يردون يسووا لي؟ واحد يقول لي على مود والله حتى لا يبطلون الجنسية عنك او يوقفون الجنسية عنك، والله عشاكم انا على ابوهم، على ابو جنسيتهم، يعني ورا دخلنا 30 سنة برا، هسه نقوم ندور جناسي؟ انا عراقي، ابن عراقي وابقى عراقي، شو اسوي اذا للسفارة اللا عراقية ما تريد تعطيني جواز عراقي؟ شو اسوي يعني؟ وين اروح انا اللي عندي كله ترافل دوكيومنت مال لاجئين، لا عندي جنسية ولا افتخر اخذ جنسية، ابقى عراقي وان شاء الله اندفن عراقي. اخر كلمة احب اوجهها الى ثوار العراق، الثائر يثور لاجل عمل واحد، انت الثورة مالتك هذه من اجل ارجاع العراق، من اجل اعادة العراق الى اصله، بدون ذكر شيعة وسنة وهذه الاسامي الخبيثة اللي طلعونا اياها وراء الاحتلال، نرجع عائلة واحدة من الشمال للجنوب، بدون اسامي، بدون طوائف، بدون قوميات. حط العراق بين عيونك، العراق اولا والعراق ثانيا والعراق الى الاخير، دينك مذهبك بيتك، تطلع اخوك العراقي برا حتى لو كان كافر، هو عراقي هو عراقي، مالك حق تعتدي عليه، مالك حق تجبره وتقول له تعال صر متدين صر كذا شعائرنا ما اعرف شنو، هذا ما من حقك، لك حق تسوي اللي تريده كدينك كشعائرك كمذهبك كقوميتك، بس مو تفرض على الناس. العراق مو بس لطم وهريسة، والامام الحسين مو لطم وهريسة، الامام الحسين كان رسالة، وانتو لعبتوا خلقة بهذه الرسالة
ودمرتوها ولعبتوا خليت الناس تكفر بالحسين وتكفر بالسماوات وتكفر بالله وصاروا ثلاثة أرباعهم كفار بسببكم. كنا عايشين على أيامنا ما نعرف هذا سني وهذا شيعي هذا كردي هذا صابئي هذا مسيحي، كنا متعايشين أخوة. المسيحي يجي عايدنا بعيدنا احنا نروح وياهم للكنيسة الصبة اخواننا المسيحيين اليزيديين كل القوميات والديانات. هو هذا العراق، هو هاي تشكيلة العراق وحلاوة العراق بهاي التشكيلة، مو من طائفة واحدة ولا من قومية واحدة ولا من دين واحد، هو هاي الطوائف شكلت العراق من الله خلقه. بس لا حد يجي يقول لي انت والله اني اصلي فلان واني اصلي فلان واني ارجع للفلان. احنا ما لنا شغلة، احنا نهاية 2020، نهاية 2020 ولحد الان ما يصافي ما عدنا، نهاية 2020 كهرباء ما عدنا، نهاية 2020 صحة عمل كل شيء ماكو. وقلنا لكم قبل كم شهر شهرين او ثلاثة وراجعوا الفيديوهات، حتى رواتب ما بقت. ايران قامت تطبع فلوس مزورة وتنحط بالبنك المركزي اللا عراقي وتوزعوها على اساس رواتب، وبالاخير يكتشفون مزورة وتعالوا العرك والاسخام يصير. عندنا حلقة ان شاء الله فد كم يوم عن قتلة الهاشمي ومنو كان متورط بيها ومنو اللي امر بيها ومن اللي نفذ. هذول المجرمين اللي قاعدين تارسين الفضائيات راح تعرفون منو خلف هذه الجريمة ومنو هي الأيادي الخفية اللي تشوفوها يوميا على شاشات التلفزيون. تحياتي للجميع، واللهم انصر الثورة، انصر العراقيين، ولا تقوم لهم قومة دولة جماعة المضاجع وجماعة اللي سمموا عقول الناس وكرهوا الناس بالدين وبآل البيت. تحياتي للجميع.